مرحبا بكم متتبعي مجلة سفر واستثمار العرب أينما كنتم. تنحيكم رمضانكم مبارك سعيد، أتمه الله عليكم باليمن والبركات والتيسير وتقبل صالح الأعمال. اليوم المجلة كتحط الرحال ديالها بمحمد الغيزان بالضبط عند بيفواك شي ناجي مع الأخ والصديق سي يوسف الخليفي. مرحبا بك معنا اليوم. بارك الله فيك سي يوسف. ما حاب بدا انك تعطينا واحد النبذه بسيطه على البيفواك ديالكم، شحال باش كيبعد على محمد الغيزلان وعلاش بالضبط في هذه البلاصه هذه؟ الوغ البيفواك ديالنا كيبعد على محمد الغيزلان ب 6 كيلومتر. اختارينا هذه البلاصه هذه لان فيها الرمال بزاف وفيها واحد الكالم والسياح كيعشقوا بحال هذه الاجواء هذه. طبيعة الحال سي يوسف، بالنسبة لهضرنا على السياح سي يوسف، واش انت عارف بان العالم كله عانى بالوقع ديال كورونا، واش كان عليها شي تأثير عليكم تنتوما؟ بطبيعة الحال كورونا أثرت علينا بزاف، ولكن الحمد لله خدينا الاحتياطات ديالنا، التدابير الاحترازية. بطبيعة الحال كملت وضع الماسك، التعقيم، التباعد، الحمد لله كانت الأمور غادية مزيان. بالنسبة لسي يوسف، لي زاكتيفيتي اللي كيقدمها البيفواك ديالكم للسياح باش يمضيو أجواء زوينة هنايا، شنو هما لي زاكتيفيتي اللي كتقدموا لهم؟ مثلا كنقدموا هذيك لي كات كات، كاين خرجات افيك لي كات كات ولا بلي كات كات؟ كنقدموا لهم لي كات كات على حسب الكليان اشنو لي طلبوا. مثلا كاين لي كات كات، كاين لي بوغي، كاين لي دغومادير، وكديروا خرجات بعادين على لي بيفواك، خرجات على حسب الريزيفاسيون اللي خداو الكليان. يمكن لهم انهم ياخذوا الغداء ديالهم ويخرجوا يستكشفوا المناطق هنا. بالنسبه للمناطق سمعت كاينه يمكن الشقاقه، كاينين عرق اليهودي، كاين حبه تعطينا واحد البطاقه تعريفيه على هذه المناطق هذو. بطبيعه الحال على حسب الكليان اللي بغاو كيخرجوا بلي دغومادير كنديروا لهم البيكنيك، مثل كيمشوا حتى للعرق اليهودي. عرق اليهودي هذا شي كتبان رمليه كبيره، كتبان رمليه كبيره مثل كنسموها حنا بالعبيديه. كنعطيهم البيكنيك ديالهم، كيمشيو كيشوفوا كوشي سولاي، كيشوفوا لك كوشي سولاي. اها تقريبا ما كيرجعوا لنا حتى العشيه هنايا. ملي كيرجعوا لنا لهنايا كيلقاو الدنيا غزاله بميتها، الشمع شاعل افيك لا موزيك، كيلقاو كلشي واجد عندنا هنايا. سمعت بلي عندكم شي فرقه موسيقيه هنايا كيقدموها الشباب ديالكم، وهذا هو شنو كتسميو هذه الاله هذه؟ هذه مما تسمى جومبيه. جومبيه، اها وهادو القريقيبات. هادو القريقيبات. اه فوالا بارك الله. وكاين شي فرقه موسيقيه من اجل الاستمتاع كذلك بالوقت، وطبيعه الحال تكون شي حاجه زوينه تحت القمره وضوء القمره ديال الليل. وكاين شي منطقه هنا شي بلاصه سميتها الساحه تقريبا ياك؟ بطبيعه الحال كاينين الدراري كيديروا لنا موزيك هنايا، كيجيو لعندنا هنايا كنعيطوا لهم، كيجيو لعندنا لهنا باش يديروا لنا موزيك، والنصارى كيعشقوا هاد الموزيك هادي وسط الصحراء، خيالي هادشي بزاف. بارك الله فيك. سي يوسف، بالنسبه للسياحه الخارجيه اكيد غادي يكون عليها واحد التبعيات بالنسبه لكورونا كما قلت لك، واش نتوما نعشوا السياحه الداخليه؟ واش كاينين سياح داخليين يعني من المغرب كيجيو؟ الحال خدمنا مع السياحه الداخليه في هاد كورونا هذه. بحال اش المناطق اللي كيجيو عندكم تقريبا؟ المدن، المدن مثال اكادير، الرباط، اسفي، مراكش، المناطق كلهم كيجيو عندنا المدن هنا. وهما كيشجعوا بطبيعه الحال السياحه الداخليه والسياحه البيئيه. السياحه الداخليه البيئيه وكتعجبهم هاد المنطقه هذه، وكيبغيو يرجعوا مره اخرى ان شاء الله، وكيجيبوا الدراري صحابهم هنا، العائلات ديالهم، العائلات وكلشي كيجيبوا هنا. بالنسبه كما قلنا للتوفير سي يوسف، التوفير لي كات كات، الجمال، كاين خرجات بالجمال، كاين خرجات بلي كات كات، وكاين حتى لي كواد، يعني كتوفروا لهم كاع سبل الراحه كتوفروها لهم هنايا. كتوفروا لهم جميع المسائل اللي بغاوها كتكون موفره لهم بطبيعه الحال على حسب الكيان اشنو بغاو، كيردوا طرواجه حتى كتخرجوا هنايا اشنو عندهم البروغرام اللي داروه معاكم. وهنا غادي يجذبني واحد السؤال اللي اكيد الجميع غادي يتسائل عليه، اللي هو بالنسبه لي بخي، واش دايرين اثمنه رمزيه؟ واش كان واحد الخصم ديال الاثمنه بالنسبه لكورونا؟ هو كان واحد الخصم ديال الاثمنه، ولكن مع هذه الازمه هذه حاولنا نقصوا الاثمنه باش يجيو عندنا الكليان. بالمثال كنقول الاثمنه طالعه بزاف شويه، بالمثال حتى 1200 درهم، وفي هذه الازمه هذه خلينا ب 700 درهم. يعني باغ بيغسون، البيغسون هاد 700 درهم. انا جيتكم مثلا كزائر غنخلص 700 درهم، شنو غادي نقدر نلقى في البيفواك ديالكم؟ شنو غتقدروا توفروا ليا؟ بالمثال كتلقى في البيفواك كاع جميع الشروط اللي وصلت عليهم وختم عندنا في البيفواك هنايا. بالمثال سواء بغيتي جمال او لي كاتار او البوكي، اي حاجه كتلقاها هنايا. اذا سي يوسف كنا سعداء جد سعداء بلقياك اليوم، وان شاء الله الرحمن الرحيم تكون خفاف الظل عليكم،
ونعود الزيارة إن شاء الله مرة أخرى. كلمة أخيرة للمتتبعي مجلة سفر واستثمار العرب. كنشكركم على الاستضافة ديالكم وقيتها اللي جيتو، مرحبا بكم. أكيد المنطقة مضيافة والناس هنا الحمد لله منطقة سياحية، والناس معروفين بالأمن والكرم ديالهم، الحمد لله بالكرم ديالهم والتعامل الحمد لله عليها المنطقة هذه. أذن المتتبعي مجلة سفر واستثمار العرب، كنتم معنا في هذا اللقاء البسيط اللي نتمنى أن نكون خفاف الظل عليكم على قلوبكم. إن شاء الله الرحمن الرحيم نتلقاو في فيديو آخر في منطقة أخرى.